غادر القاهرة صباح اليوم وفد استثماري من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة سمير عبد الشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية إلى العاصمة النمساوية فيينا لبحث سبل جذب استثمارات نمساوية للمنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز سبل التعاون بين الدولتين. وتعد الزيارة فرصة مهمة للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة طبقا للصلاحيات والسلطات الكاملة التي تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة بما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية والظروف الاقتصادية والاستثمارات الإيجابية التي تشهدها مصر. ومن أهم هذه المزايا القوانين والتشريعات المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية وتنوع وتعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.